المرشح والناخب إذا موقفه ضعيف يقوم يلتجئ إلى أشنو؟ استغلال المواطن الحاجته إلى المادة، فيقوم ينطيهم عروضات أنه يشتري منهم الأصوات ب25 ألف ب50 ألف، وهو هذا المرشح مدعوم من كتلة أو حزب متمكن، فالفلوس عنده أسهل شيء والمواطن الفلوس عنده أصعب شيء، فصارت عملية توافق، هذا ينطينه فلوس هذا ينتخبه، وهي هاي كل العملية غلط في غلط في غلط، الضر المجتمع بأجمع يعني عليهم أنه يختارون النائب أو المرشح الكفوء بغض النظر أنه طاع 50 ألف أو ما طاع كل شيء. كثير أكو عندنا نواب ما ينطون فلس ويفوزون، ليش؟ سمعتهم سابقتهم، من انتخبت واحد فاسد هذا يعني تستفاد منه 50 ألف، يخصغك ملايين، يخصغ المجتمع، يخصغ المدينة الموصل كلتها بهذا قرارك الخاطئ. والله العظيم لو أنا بهيئة إفتاء لو ألا أفتي أنه حرام شرعا تبيع بطاقتك لو بمليون ولو بدينار، ليش؟ لأن هذا الشيء ما يصير، ما أقوى بيع وشرب الأصوات، يعني متمكن ماديا يفوز والشريف النزيه اللي ما عنده مادة ما يفوز. أكبر غلط ظاهر تبيع صوتك، لأن أنت ما تبيع صوتك، أنت تبيع ضميرك، بيع ضميرك الشخص زي ينطيك مبلغ مادي فترة يمشيك بساعة، بس بعدها راح يشيل ذنب محافظة كاملة، تختار شخص فاسد لمدة 4 سنوات، شخص فاشل راح يكون هاي الناس كلها بسبب هاي 50 ألف مالتك. ليش؟ أنا انتخب الشخص المناسب، الشخص اللي المحافظة، انتخب الشخص الصحيح. أنا لو أبيع ما أبيع ضميري ماديات، بنفس الوقت المرشح اللي دا يشتري البطاقة استغل الناس بالنقطة الضعفة، خلينا نقول ضربوا على اليد اللي توجعه، بطال عطال بطال ما عنده، حالته تعبانة، فينطيه 50 ألف، فهذا إذا عنده 4 بطايق 5 جتهم 200 ألف من عندهم، فما يعرف شنو السالفة، يقول لك أنا جتني 200 ألف دم أوكل عيلتي. كل هذا الشيء راح يضر منه، راح يضر الناس اللي ما باع صوته. راح يأدي بأمانته. وتعرف ليش ما راح يأدي بأمانته؟ لأن هو أصلاً جاء على الفساد، جاء يشتري صوت الناس، ما جاء قلب الجم، ما جاء كسب جمهور. المحافظة اليوم تريد أحد يشتغل لها، ما تريد إنه أنا تنطيني فلوس وكل شيء ما أشوف منك، ما أشوف عمار لا لي ولا لأخويا ولا للأخ ولا للأخ، كل شيء ما. كشباب نمشي على بعض، الشباب من يعني أصدقاء من ناس ثانية، إحنا كشباب نتش على ناس اللي تحكي لك على الأصوات. يعني يجي يقول له جيب لي كذا صوتك هالقد مبلغ، ويكون شباب من مدفوع على هالشيء هذا. نحن ننصح عامية الشباب ناسنا وعامية المواطنين أنه لا يجي يركض وراء المال، يركض وراء الشخص المناسب اللي يخدم بلده. والله اللي يشتهي صوته هذا ما واثق بنفسه. الصوت أمانة، أمانة لكل شخص يسمعني من عند منبر الموصلية، أمانة لكل شخص، الأمانة عندي وعندك وعند الله، تختار الشخص المناسب. يعني أنت هاي أمانة، من عجيب شخص ما مناسب راحت الأمانة من عندك، أنت عاد تختار شخص على مود 50 ألف و100 ألف و150 ألف ما راح يقدم شيء للمجتمع، وينطوك مواعيد. إذا أنت عندك شهادة يقول لك راح أوظفك، ما وظفك يابا، ما عندك شيء نعملك رعاية اجتماعية، هو كل شيء ماكو، بس هذه وغل الانتخابات حتى الأرقام تنقفل.